الفيديو يمكن يكون كثير طويل بس بليز احضروا للآخر. حاط فيه عصارة جواب سؤال كانوا يسألون أصحابي أو أصدقائي أو الناس اللي بتابع الفيديو إنه ليه ما تعمل هذا الفيديو، لأنه كثير صعب هذا الفيديو أختصر فيه أو أحط فيه نقاط كثير مهمة وحياخد وقت، بس لازم أحطه بيونت واحدة، فيديو واحد، لأنه كلهم بنحطه مع بعض. هي هذه النقاط كثير مهمة لازم تطلع كيونت واحدة، وعشان هيك أنا ما كنت حاب أعمل هذا الفيديو، بس قد ما أجاني هذا السؤال فحبيت أحطه إن شاء الله أنه يلهم لو أتليست شخص واحد. فبليز احضروا للآخر، بليز اعملوا لايكس وشيرز وسبسكرايب والنوتيفيكيشن بيل، وعملوا شيرز 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 ولايكس لايكس لايكس، لأنه الفيديو أخذ جهد، ولأنه عشان ينتشر والناس تستفيد منه اليوتيوب بفهم حسب اللايكس والكومنتس الموجودة كتير، وإذا الناس عملت شير والناس طولت فيها عم تحضر الفيديو بيحس إنه الفيديو أو اليوتيوب يعرف إنه هذا الفيديو مهم فبينشره. مرحبا جميعا، جاسر مصطفى ونومور وفيديو جديد، وخلينا نبلش. كيف بتلحق تعمل كل هذا؟ كيف بتلحق تعمل كل هذا يا جاسر؟ الاشياء اللي انت بتعملها هي كثيره، كيف الوقت عم بكفي معك او كيف عم ترتب امورك او لاخره؟ سؤال كثير ليتلي صار يجيني، فحبيت ان انا اعمل فيه فيديو هالمره، وخلينا نعمل هذا الفيديو. مرحبا مرة ثانية، جاسر مصطفى وجي توكس ونومور، وخلينا نبلش. أول شيء بحب أحكي لك إنه مين حكى لك إنه أنا بنجز كل الأشياء اللي أنا حاططها في بالي، أو كل الأشياء اللي أنا حاططها على السكادجول تبعي، أو كل الأشياء اللي أنا جاي على بالي وبدي إياها تخلص وبدي إياها تخلص أون تايم وإلى آخره. لا، الموضوع شوي بده تفكير. خلينا نشوف شو بده. قبل ما أنا أحكي لك شو الأشياء اللي أنا فعلياً بعملها عشان أنظم أموري وأخلص الأشياء اللي أنا بدي أخلصها on time، لازم أكون حكيت لك أصلاً إيش هي الأشياء اللي على to do list تبعتي، إيش الأشياء اللي أنا بعملها وإيش الأشياء اللي بدي أعملها، وهل هي كثيرة ولا قليلة. خلينا ما أطول أكثر من هيك وأدخل في الموضوع بشكل كثير سريع. فالنقطة الأولى من الفيديو، إيش أنا بعمل في حياتي؟ أول شيء حط في بالك إنه زي أي إنسان بيعتمد على مهنة، هذه المهنة تأخذ من وقته 5 أيام في الأسبوع على الأقل، الساعة 8 الصبح للساعة 5:30 المساء، هذا على أقل تقدير. يمكن يعني أنا شوي وضعي أحسن من غيري، إن أنا بروح من الأحد للخميس من الساعة 8 الصبح للساعة 5:30 المساء، عندي جمعة وسبت إز أوف، فأنا بقدر أستفيد من الجمعة والسبت. الشغلة الثانية اللي أنا بعملها في حياتي، وخليني أعد على أصابعي، فالشغلة الثانية إني أنا بعطي كورسز للإنجينيرز في السوفتوير اللي ممكن يستخدموه لحتى ينجزوا مهامهم، ومين اللي بعطي هذا الكورسز أو هاي الكورسز للأركيتكس للإنتيرير ديزاينرز للجرافيك ديزاينرز مرات، ومرات للسيفل إنجينيرز أو الستركتشرال إنجينيرز، وبحالات قليلة جدا بعطي للام اي بي بعض البرامج. من البرامج اللي بعطيها بعطي الريفت، بعطي الماكس، بعطي الفوتوشوب، بعطي الاوتوكاد، وبعطي برامج تانية مختلفة. ممكن انه تطلع على الشانل اللي اسمها اي ليرنينج، فيها ديسكريبشن او فيها عم تنزل شوي كورسز من الاشياء اللي انا بعطيها. فممكن اركيتكس، ممكن انجينيرز، ممكن ستراكشرال انجينيرز، ممكن جرافيك ديزاينرز، ممكن تخصصات مختلفة ممكن تستفيد من هاي الشانل. So please إذا أنت واحد من هاي التخصصات go ahead وأعمل لايك أو أعمل سبسكرايب للتشانل اللي اسمها A Learning Pro على اليوتيوب، وديفينتلي على الانستغرام A Learning أو A.Learning_Pro، وديفينتلي في الفيسبوك بيج لل A Learning والفيسبوك جروب برضو لل A Learning Group. هدول هم السوشيال ميديا تشانلز لل A Learning. الانستغرام كمان A.Learning_Pro، ومين اللي انا دائما بحط في الفيديو تبعوني سكرين شوتس من البيجز تبع السوشيال ميديا تبع التشانل تبعوني. نروح للنقطه اللي بعدها دايركت، اني انا كمان بشتغل في الاشي اللي انتم عم بتشوفوه اللي هو التصوير، سواء بشتغل في التصوير الفوتوغراف او بشتغل في الفيديوز. سو بعمل شوي فوتوغرافي على شوي فيديوغرافي، ات از از ان هوبي اند سايد جوب بالنسبه لي، انا بحب اعمل هذا الاشي علشان هيك انا بعمله. ومين اللي ممكن تلاقي برضه الويب سايت تبعي www.rkgso.com للفوتوغرافي، زيد عليه باكسلاش فوتوغرافي للاركتكتشر، ضيف عليه باكسلاش اركتكتشر للاي ليرنينج، ضيف عليه اي اندرسكور او اي دوت ليرنينج او اي اندرسكور ليرنينج،
وبرضه بتلاقي على السوشيال ميديا للتصوير راح تلاقيني بالانستغرام black.white_capture، تلاقيني على الفيسبوك جيسو فوتوغرافي، ممكن انك انت برضه تطلع على هاي البيجز. الشغله كمان اللي انا بعملها ان انا بشتغل از فريلانسر ايذر للاركتكتشرال ديزاين او للانتيرير ديزاين. ديفينتلي اللي انت بتشوفه اكيد هو واحد من الاشياء اللي انا بعملها، اللي هو اليوتيوب شانلز التنتين اللي بينزل عليها كل اسبوع 6 فيديوز على 2 شانلز مع بعض، 3 على الجي توكس و3 على الاي ليرنينج. على الجي توكس بنزل او على الجي توكس بنزل كل احد 3 خميس، على الاي ليرنينج بنزل كل سبت 2 اربع، و it is taking a hell of time علشان يخلص الشغل on time ويخلص بالصوره اللي بشوفها مرضيه للفيديوز اللي انا بدي انزلها على اليوتيوب. سو بليز اللي بتفيده اي ليرنينج روح اعمل لايك او شير او اعمل سبسكرايب او اعمل اللي بيملي عليك ضميرك، يمكن يملي عليك تعمل لايك وشير وسبسكرايب وانيبل برضه للنوتيفيكيشن بيل، ما حدا بيعرف. ولانه مجهود كبير اللي عم بعمله بالفيديوز فاكيد ضميرك راح يملي عليك كمان تعمل لايك وشير وسبسكرايب وانيبل للنوتيفيكيشن بيل على الجي توكس. اي نو. كمان في شيء عم نشتغل عليه هلا للشركة ان شاء الله اذا البروبوزل طلع زي ما احنا بدنا، انه هذه الشركة راح تشوف الضوء ان شاء الله قريبا، وعم تاخذ برضو اهل اوف تايم عشان نعمل فيزيبيليتي ستدي لها وعشان نعمل كتير اشياء. خلينا احكي ايش الاستراكشر تبع الكومباني، خلينا احكي البزنس موديل تبع الكومباني اند سو اون. سو ان شاء الله انه خير. اوكي، من الاشياء كمان اللي بعملها اني بشتغل سوشيال ميديا مانجمنت لشوي اكونتس للناس اللي انا بتعاملهم اللي بعتبرهم الكلاينتس تبعوني ومرات ماي اون فريندز. فبنشتغل سوشيال ميديا ماركتينج او سوشيال ميديا مانجمنت، خلينا احكي للاكونتس اللي على السوشيال ميديا، وبنشتغل على الويب سايت تبعت الكومبانيز. سو هذا من البارتس او من الاشياء اللي بشتغل عليها. كمان في اشي هيك خليني احكي كمان من هون لشهر 5 عم بدرس بالسيركمستانسز تبعته وايش بيحتاج مني وقت وايش بيحتاج مني جهد وايش بيحتاج مني خليني احكي اشياء احطها على هذا الشيء اللي انا بدي اعمله بشهر 5. وان شاء الله اذا كانت الدراسه نتائجها ايجابيه فان شاء الله انا راح ابلش بشهر 5 ونضاف على التودو ليست اللي انا بعملها هلا حاليا. ان شاء الله ما اكون نسيت ولا شيء من الاشياء اللي انا اوريدي بنجزها، واللي الناس تشوف انه ول كيف انت بتلحق تخلص كل هذا الحكي بوقت احنا عم بنشوفه ما بكفي. نسيت احكي لك انه في بارت انا بشتغل عليه او بروجكت بشتغل عليه لليوتيوب، مجموعه فيديوهات راح تصير تنزل ان شاء الله، لكن هاي تطلب مني اني انا اروح اصور في 8 لوكيشنز او 9 لوكيشنز موجودين في دوله قطر، شيء بالشمال شيء بالجنوب شيء بالغرب شيء بالشرق، وهذا السيريز ليست بدها سنة تصوير، بدها وقت سنة تصوير. ان شاء الله يا رب تطلع بالصورة اللي انا متخيلها وان شاء الله تطلع شيء مفيد ولطيف وناجح وحلو والناس تحب تشوفه. فهذا من الاشياء اللي انا بعملها على السوشيال ميديا او بعملها ان جنرال، يعني من ضمن الاشياء اللي بعملها. اي ثينك هيك كثير طولت بالاشياء اللي بعدها، اذا نسيت شيء فخلص نسيته. ليتس دايف انتو انا كيف برتب هاي الامور وكيف قادر انك انت تلحق تعمل كل هاي الاشياء. خلينا ما نطول اكثر من هيك ويلا نروح على الجزء الثاني تبع الفيديو اللي هو بالنسبه لكم اهم الاشياء اللي انا بعملها. جاسر كيف بتلحق تعمل كل هذا يا زلمه؟ ما شاء الله عليك، كيف عندك وقت؟ كيف تصل الوقت؟ كيف عم تنظم وقتك؟ شو الاشياء اللي ما بتعملها عشان تقدر تلحق؟ شو الاشياء اللي بتعملها عشان تقدر تلحق؟ اول شيء بدك تعمله نظم وقتك. نظم وقتك، نظم وقتك للصبح، نظم وقتك. ليش تنظيم الوقت مهم؟ لانه اذا انت ما نظمت وقتك ما راح تقدر تعرف ايش الاشي اللي لازم تعمله في الوقت الحالي عشان تنجزه في الوقت الفلاني. هذا اهم شيء ببساطه. وشغله كثير ضروريه، لا تقعد تسوي لتنظيم وقت 4 ايام تصرف على تنظيم الوقت عشان تنظم الثلاث ايام اللي ضايلين من الاسبوع وتقول لي ما هو الشغل النظيف بده وقت. اوكي يا حبيبي، الشغل النظيف نفسه هو اللي بده وقت، مش تنظيم الشغل النظيف هو اللي بده وقت. سو بليز in order to achieve organize، وعشان تعمل organizing صح او عشان تعمل تنظيم بطريقة صح، نظم وقتك وخلي عملية تنظيم وقتك للأسبوع كله تاخدك نص ساعة في الويك اند مثلا او تاخدك نص ساعة في بداية الأسبوع، بس ما تاخدك 30 ساعة. النقطة الثانية من النقاط اللي بعتبرها جدا مهمة وات از كيلينج لكثير ناس، انه لا تضيع وقتك. انت نظمت وقتك فلا تضيعه، فلا تضيع وقت بأي شيء بشتتك. اي شيء بشتتك حاول انك انت تتخلص منه تماما. Let's say ما قدرت تتخلص منه تماما، سو خفف الإفكت تبعه as much as you can. ما تخليه ياكل من وقتك ويقتل من وقتك، لأنه الكل بيحكي لك الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه بهدلك، إن لم تقطعه قطعك. أي مصطلح من هذول المصطلحات بيشتغل معك كثير منيح. نقطة يعني مهمة هالقد قد الكوكب، حط لحالك أهداف قابلة للقياس والتطبيق،
ضمن جدول زمني او فتره زمنيه محدده. شو معنى هذا الحكي؟ ما تحكي لي انا بدي ابلش اقرا، بدك تحكي انا بدي ابلش اقرا كتاب واحد شهريا لمده نص ساعه يوميا. هيك انت بتكون حددت شيء قابل للقياس وانت راح تقدر تقيس خلصته ولا لا. النقطه اللي بعدها مباشره انا مرتبطه فيها بشكل كثير كبير، اعطي حالك بريك، هذا شيء كثير ضروري في الحياه. طب انت قبل شوي كنت تحكي لي نظم وقتك ولا تضيع وقتك، هلا بتحكي لي خذ بريك. ديفينتلي خذ بريك. ليه تاخذ بريك؟ لانه راح يرجعك فريش وترجع تبلش بدايه جديده بكل طاقتك. ففعليا الجمله تبعتك حتصير بدي اصير اقرا كتاب واحد لمده الشهر نص ساعه كل يوم بس ما عدا يوم الجمعه. النقطه الخامسه اي ثينك صرنا واصلين النقطه الخامسه، بس اوكي النقطه الخامسه وصلنا، انه اعطي حالك جائزه ريورد سيستم يكون موجود في حياتك، انه اذا انت انجزت الشغله بدك تعطي حالك جائزه عليها. لانه اذا اعطيت حالك جوائز فانت راح تصير تحمس اكثر تنجز اكثر واكثر واكثر لحتى انك انت تنجز اكثر مما انت متخيل. سو جملتك حتصير انه انا بدي اصير اقرا كتاب واحد يوميا لمده شهر كامل بمده نصف ساعه كل يوم ما عدا يوم الجمعه، وانس خلصت الكتاب تبعي اون تايم والتزمت بهذا الحكي فانا راح اروح اشتري اكس. اكس هاي بالنسبه لي انا عدسه للكاميرا مثلا، لايتنج للسبيس اللي انا بشتغل فيه لانه انا بحب اللايتنج كمان، مثلا كاميرا، مثلا لابتوب. انت ما تربط حالك بالاشياء اللي انا بحبها لانك حتصرف اللي فوقك واللي تحتك عليها. فاعطي حالك الاشي اللي انت بتحبه وكافئ حالك فيه وانس انك انجزت الشغل اللي انت رابط حالك انك انت تنجزها. من النقاط اللي بعتبرها هم هي النقطه السادسه اي ثينك صارت، وهاي النقطة السادسة بتحكي لك انه هاي الكاميرا سيبك منها لانه هاي الكاميرا راح تضلها تطفي، فراح اضل مركز هلا من هون لاخر الفيديو على هاي الكاميرا. سو النقطة السادسة بتحكي لك الالتزام الالتزام الالتزام، سواء الالتزام بالوقت، الالتزام بالقراءة، الالتزام بالمايلستونز اللي بتحطها، الالتزام باي شيء موجود في حياتك، تعود انك انت تلتزم. ماشي معلم. شغلة كثير مهمة النقطة هاي حتاخذ هيك شوي وقت في الشرح بس ان شاء الله ما راح اطول فيها. تحكي لك انه انت حط لحالك جدول زمني، هذا الجدول الزمني تايم لاين انت راح تمشي عليه بستيجز، ودائما راح تعمل الاشياء الموجوده فيه من التاسكات اللي اوريدي انت حاططها على هذا التايم فريم. واللي بتحكي لك مثلا انا شو بعمل، عندي يوم الجمعه بطلع يوم كل يوم جمعه بعمل تصوير للثمانية سبيسز او خلينا نحكي لوكيشنز الموجودين في قطر، بروح اصور فيهم وبتاخذني ليترالي يمكن 6 7 ساعات ان انا اخلص هذا الموضوع، او ليت سي يا سيدي العزيز 5 ساعات ان انا اخلص 4 ساعات. ات ذا اند اوف ذا داي انا حاط لحالي انه يوم الجمعه هو يوم لتصوير الثمانيه لوكيشنز على البروجكت اللي حكيت لكم عنه راح يصير ينزل على اليوتيوب. يوم السبت حاطط السكيدجول تبعه انه اذا في لوكيشنز انا ما صورتها يوم الجمعه وما رحت عليها وصورت فيها يوم الجمعه فبكملها في يوم السبت، هذا ان كيس ما لحقت اخلص في يوم الجمعه. وليترالي يوم السبت بيكون عندي فعليا لانجاز الفيديوهات اللي بعمل لها editing او مونتاج او بدي اعمل لها ابلود على اليوتيوب والسوشيال ميديا، سو مين اللي بيكون للايديتنج والمونتاج لهاي الفيديوز. ان كيس بدي اصور ومعي وقت يوم الجمعه بصور، او يوم السبت عفوا بصور. هلا ديفينتلي من الاحد للخميس من الساعه 8:30 صباحا او 8 صباحا الساعه 5:30 مساء انا في الشغل، انا في الشغل. سو من 8 ل 6 المساء هدول فولي بوكت بس للشغل الرئيسي تبعي اللي هو انا بشتغل از ان اركتكت ومانجر في 7 دايمنشنز فور ديزاين، فماخذ هذا الوقت كامل وانا مسامح حالي فيه. هذا بالنسبه لي هو انجاز بحد ذاته لانه انت عم تسقل مهاراتك في تخصصك وانت مش لازم تهمله. الاحد مثلا من 8 ل 5 حكينا دوام، من 5 ل 7 بعمل تصوير للفيديو، سواء لما اوصل البيت او اذا كنت تشوفوني في السياره فانا بعمل تصوير، او بروح على مكان او حديقه بعمل فيها تصوير. فمن 5 ل 7 هي لتصوير او ريكوردينج للفيديوز اللي انا بعملها. ومن الساعه 7 للساعه 8 يوجوالي بتعشى، بكون جعت بهذا الوقت فبتعشى من الساعه 7 للساعه 8 وهذا يوجوالي كل يوم. من الساعة 8 للساعة 10 أو الساعة 11 بعمل رفع للفيديوهات تبعتي على التشانل، ويوجوالي بكون عامل سكيدجول إنه أنا هذا الرفع بهذا الوقت وراح يصير ينزل على التشانل بهذه الأوقات فبعمله بهذا اليوم.
من الساعة 11 للساعة 12 بالليل بتواصل فيه سواء مع أهلي، مع أصحابي، سوشيال ميديا، في ماسنجر أو ماسنجر أو إنستغرام أو whatever طريقة التواصل اللي بعملها. بروح عند حدا بتعشى معه، بقعد معه، بكنكن معه، بتسلى معه بإشي، بنحضر شيء مع بعض، نلعب لنا جيم بلاي ستيشن. يعني ما بحرم حالي من هاي الشغلة. هلا انا عصبت بيعني هاي، لانه كل شوي بحكي يعني وبطلع هيك تحت، يعني وبطلع هيك تحت، انه خا يعني وكمل التصوير هاللحظة. anyways يوم الاثنين يوجوال بهاي الفترة عم بشتغل فيه على البروجكت بروبوزل اللي حكيت لكم عنه قبل شوي، ويوم الثلاثاء بشيك على الاشي اللي بدي اعمله بشهر 5، بقرا عنه، بشوف شو بده وقت مني، شو في سيركمستانسز حوالي، شو في بوينتس كنترولز كونسترينتس انا لازم اخذها بعين الاعتبار عن هذا البروجكت. يوم الاربعاء والخميس يوجوال بعطيهم للفريلانس اللي بتكون سواء اركتكتشر، بيكون لاندسكيب، بيكون انتيرير ديزاين، جرافيكس ديزاين، وات ايفر الشيء الفريلانس اللي بدي اعمله بنجزه بهدول اليومين. واذا كنت محتاج من الايام الثانيه شوي وقت ممكن ان انا اخذ منهم ان كيس كان معي وقت بهذيك الايام عشان اريح حالي ايام الاربعاء والخميس. هلا ديفينتلي سامعك اللي انت قاعد تطلع علي من فوق لتحت وبتحكي لي انه انت اول ما بتاكل ما بتشرب، عايش على مياه الامطار، ما بتحكي مع اهلك، ما بتسلم مع اصحابك، ما بتطلع ما تروح. ديفينتلي بعمل كل هاي الاشياء بالوقت. مثلا في الشغل في عندي ساعة بريك كل يوم، هاي بسوي فيها كثير اشياء، بحكي مع اهلي، بحكي مع اصحابي، ممكن كمان اتغدى فيها مع ناس انا بعرفهم، اصحاب مش زمان ما شفتهم بشوفهم، فبهذا الوقت كمان كثير بستغله. اللي حكيت لك اياه مش فيكس فولي فيكس 100%، لانه مرات انا ما بحتاج كل هذا الوقت عشان انجز هاي الاشياء، بكون معي وقت زايد فبستغله عشان ان انا اعوض البارتس اللي بصير فيها نقص باشياء او بمناطق تانية من حياتي. فهذا هو السكيدجول تبعي. اعمل يور اون سكيدجول عشان انت تقدر تنجز الاشياء اللي بدك اياها، ورتبه حسب ما انت بتحب اكيد عشان تقدر تلزم. واكيد كمان بشتغل على اشياء غير اللي حطيتها في السكيدجول تبعي، يعني انا بشتغل في عندي الويب سايت تبعي، ما حكيت لك اياها في السكيدجول، بس في ايام بشتغل عليها على هذا الموضوع، لانه هو مش كل يوم اساسا، هو تاسك بيجي هيك تمام، بيجي مثلا كل شهر مره، كل اسبوعين مره مثلا، فهو ما بده كثير وقت مني انا شخصيا، ممكن من الناس اللي بيشتغلوا معي يكون مثلا بده شوي وقت اكثر. بروح بارجل، بطلع بلعب شده، بلعب بلاي ستيشن، بعمل كثير اشياء غير موجوده في السكيدجول انت كمان لازم تعملها. فخلينا نروح للنقطه اللي بعدها بشكل كثير سريع. شغله كثير مهمه عشان تقدر انك انت تعمل الاشياء اللي انا بحكي لك اياها، انه حب حالك كثير 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 كثير، وحب الاشي اللي انت بتعمله، وحاول انه الاشياء اللي انت بتعملها تكون ضمن الاشياء اللي انت بتحبها، او اتليست ضمن مجالات اهتماماتك. لو ما كانت ضمن مجالات اهتماماتك وما كانت من الاشياء اللي انت بتحبها، سو ديفينتلي ما راح تقدر تلتزم فيها 100%، وراح يجي وقت تكون ضيعت كثير وقت اساسا عشان انت تشتغل اشياء اللي انت مش من ضمن اهتماماتك او ما بتحبها، بعديها راح ترجع الاشياء اللي بتحبها واللي من ضمن اهتماماتك واللي يمكن انت تكون جيت لها بوقت كثير متاخر. سو حاول قد ما تقدر، حاول 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 ما تكون ضمن الاشياء اللي انت بتحبها عشان تحب الاشي اللي بتعمله وتقدر تلتزم فيه. نقطه رقم 10 اي ثينك وصلنا، وهي هذه من الاشياء اللي كلنا بنحبها ومتاكد انه راح تعملها وانت اوريدي بتعملها. نام منيح، نام كثير 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 منيح. هلا ليه نام منيح؟ لانه النوم حلو، النوم حلو والله، لازم الكل ينام منيح، بس ما تروح تنام لي 24 ساعه، يعني الانسان الطبيعي بيحتاج 7 ساعات مثلا للنوم، نام 7. انا واحد من الناس بنام مثلا 6، بنام 5 مرات، اوكي بيجي يوم من الايام بنام اكثر او اقل، بس يعني خلي هذا الرينج الطبيعي تبعك. نقطه رقم 11، واو شو مهمه والله، حاط نقاط كثير مهمه. نقطه رقم 11 يا اخوان تحكي لك حاوط حالك بناس كثير بحبوك. هذه النقاط اللي انا مش حاططها على فكره في الموضوع، واللي هي حط لحالك، حط الارمز للاشياء اللي ما بدك تنساها. والله يا اخوان ما كنت حطها، بس رن التلفون فانا اتذكرت. حط لحالك الارم للاشياء اللي انت متاكد انه بدك تعملها ضروريه، والمواعيد الموجوده عندك عشان ما تنساها وما تحكي انه ما لحقتها. سو نرجع للنقطه رقم 11، واللي هي انك انت حاوط حالك بالناس اللي بتحبك، بالناس اللي بتامن فيك، بالناس اللي بتعطيك مساحتك انك انت تنجز الاشياء اللي انت تعملها. وهذا الاشي صراحه من نعم ربنا اللي انا كثير بشكره عليها، الناس اللي حوالي معطيني مساحتي ان انا تدو الاشياء اللي انا بحب اعملها، حتى وانا قاعد معهم مرات بكون عم بشتغل عليها، او يوجو اللي بكون عم بشتغل عليها، وما حدا بزعل مني يا اخوان. فانت حاوط حالك بناس مثل هدول، هدول كثير مهمين، بيدعموك ويعطوك انك بوش، خليني احكي انك انت تلتزم.
وكثير مهم هي برضو، مش كنت ما كنت حاطها في البوينتس اللي انا بدي احكيها. حاوط حالك بالناس اللي بتعطيك نقد بناء، تعطيك نقد تعطيك رايها وبتحاول يعني بتحب انها تحكي لك رايها عشان انت تتطور. وصراحه في من اصحابي كثير ناس بيعملوا هاي الشغله وانا كثير بحبها وكثير بشكرهم عليها. نقطه رقم 12 اي ثينك تيبيكال بحكيها كثير، حاول انك انت تقرا 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 وتطلع على مجالات جديده عم تنزل على الماركت اللي انت بتشتغل فيه انت ما كنت اصلا تعرف عنها قبل هيك. نقطة رقم 13 معلم بدي احكي لك اياها كثير ضروري، لا تؤجل عمل اليومي الى الغد، ما في داعي اشرح لك عنها. اوكي، نقطة رقم 14 تمرد معلم، لا ترد ولا على حدا بالمرة، اعمل اللي براسك واعمل بيعكس شخصيتك واعمل الاشي اللي انت بتلاقي انه هو الصح هو اللي انا بدي اعمله. ديفينتلي ما بحكي لك انك انت تبطل تستشير حدا، ما تسأل حدا عن رأيه، ما تقرأ، ديفينتلي لا، اسأل الناس، خذ مشورة الناس، اسأل ابوك، اسأل امك، اسأل اخوانك، اسأل اصحابك، بس at the end of the day اعمل conclusion تبعك، اعمل الملخص تبعك او شو هي conclusion، شو هي conclusion؟ والله نسيت، دقيقة conclusion translate English to Arabic conclusion. ايوه، اعمل الاستنتاج تبعك الاسامبشن تبعك اللي انت بدك اياه وبناء عليه امشي، ويكون عصارة من كل الاراء اللي انت اخذتها في حالة انك انت كنت محتاج انك انت تستشير الناس. في نقطة صراحة كثير مهمة انا ما كنت برضو حطها على السكريبت تذكرتها، اللي هي write notes، كثير write notes. انا قبل ما انام شو هذا؟ والله ما بنعرف شو بتسوي. خلينا بس نطفي الكاميرا، انا بتزمر بتعرف شو بتسوي. وكنت حتى اتصور بعدين وقفتها. والله راسي الجو برو يعني حلوه، يعني بتعطيك ريزلتس حلوه هيك في بطريقه انت ما كنت متخيلها، بس للاسف انها في النايت مود او في اللو لايت اللي هو زي هيك هذا اللي شايفينه. هذا لو لايت بالنسبه لها ولكل الكاميرات طبعا. بالنسبة لها وبالنسبة لكل الكاميرات بتز لو لايت سيتويشن، سو بتعطيك نويز عالي. anyways، النقطة اللي أنا ما كنت حاططها اللي لازم أحكي لك إياها، رايت نوتس من هون للصبح. دائما تخطر على بالنا الأشياء اللي نحن بدنا نعملها أو الأفكار الخلاقة اللي أنت ما كنت قادر توصل لها خلال النهار أو خلال تفكيرك فيها. تجيك قبل ما تنام مثلا وأنت على السرير ونايم متدفي أمورك تمام وبدك تنام، تجيك الفكرة. او انت داخل على الحمام، او انت بتاخذ الشاور، او انت بدك تسوق، او انت في نص الزحمه، او تفتح الاشاره وبدك تطلع تجيك الفكره. هذه نقاط او افكار كثير 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 مهمه راح تروح عن بالك بترجاك تصير تكتبها. انا شخصيا قبل ما انام تجيني افكار بفتح النوت، والحمد لله اني شريت هذا الاشي في القلم، بفتحه وبكتب النوت اللي انا بدي اياها وبتتسيب. يا الهي قديش في عندي على هالتليفون نوتس، وارجع لها واعملها، ما تتركها تروح من خليني احكي من قدامك، دائما ضلك ارجع لها وتفقدها. وستيكي نوتس في كل مكان، انا عندي المكتب تبعي يعني كله ستيكي نوتس، فاكتبهم وانجزهم، اللي تنجزه كبه واللي ما بتنجزه علقه وارجع هايلايت عليه واختصره. فهذه نقاط كثير مهمة. الفيديو يمكن يكون كثير طويل بس بليز احضروه للاخر، حط فيه عصارة جواب سؤال كانوا يسألون اصحابي او اصدقائي او الناس اللي بتابع الفيديوز انه ليه ما تعمل هذا الفيديو، لانه كثير صعب هذا الفيديو اختصر فيه او احط فيه نقاط كثير مهمة وحياخد وقت، بس لازم احطه بيونت واحدة، فيديو واحد، لانه كلهم بنحطه مع بعض. هي صور والله ما حسيت، فكرت ربع ساعة. أنا هذه النقاط كثير مهمة لازم تطلع كيونت واحدة، وعشان هيك أنا ما كنت حابب أعمل هذا الفيديو، بس قد ما أجاني هذا السؤال فحبيت أحطه إن شاء الله إنه يلهم لو أتليست شخص واحد. فبليز احضروا للآخر، بليز اعملوا لايكس وشيرز وسبسكرايب، إنيبل النوتيفيكيشن بيل، وعملوا شيرز 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 ولايكس لايكس لايكس، لأنه الفيديو أخذ جهد، ولأنه عشان ينتشر والناس تستفيد منه اليوتيوب بفهم حسب اللايكس والكومنتس الموجودة كتير، وإذا الناس عملت شير والناس طولت فيها عم تحضر الفيديو بيحس إنه الفيديو أو اليوتيوب يعرف إنه هذا الفيديو مهم فبينشره. فبليز ساعدوني إنه ينتشر هذا الفيديو. خلينا نكمل، إحنا أول ما خلصنا والله حبيت وأنا بحكي
النقطة الأخيرة اللي أنا بدي أحكيها في هذا الفيديو وهي أهم من كل النقاط اللي مرت، إنه لازم تكسر كل القواعد اللي قبل اللي أنا حكيتها. كل النقاط اللي حكيتها اكسرها، أو 90% اكسرها. ليه؟ definitely أصحابك ما راح يكونوا بحبوا الأشياء اللي أنت بتعملها، أو usually يكونوا ما بحبوا الأشياء اللي أنت بتعملها وبيزعلوا منك. إذا منزل لعب معنا رابع شدة يا زلمة، تعال اطلع معنا على المسبح يا زلمة، تعال اطلع معنا على السهرة الفلانية، تعال ارجل معنا، روح اقعد مع اصحابك اللي ما بيحبوا الاشي اللي بتعمله، ديفنتلي ما راح تضيع اصحابك برضه. الشغلة الثانية، مش كثير ناس تحب تعطي نقد بناء، راح يعطوك نقد بخزي مرة ونقد بوجع، فانت بدك تتحمله لحتى تنجز الاشي اللي انت بدك اياه. الشغلة الثالثة اللي كثير مهمة اللي احنا وياك متفقين عليها، انك انت اكيد راح تؤجل عمل اليوم الى الغد، واكيد راح تؤجل عمل اليوم الى بعد الغد كمان، بس بدي امون عليك بليز لا تأجله اكثر من هيك، لانه حرام تأجل اشي اكثر من يومين، سبيشالي اذا ما كانت مشكلة بدها شهر حل، فلا تأجل اكثر من يوم او يومين. وشغلة كثير كثير كمان بتصير، انه اذا عندك سهرة حلوة اطلع سهرها مع الشباب، اكيد ما راح تضيعها، لانه انا لازم يكون الكوميتمنت عندي باعلى درجات، وديفينتلي الكوميتمنت مطلوب، بس برضو انبسط. سو ان شاء الله اذا امنت بحالك، واذا امنت بقدراتك، واذا عملت الاشياء كلها اللي انا حكيت لك اياها، ديفينتلي مليون بالمية راح تنجز اكثر مني باضعاف، لانه انا بعرف حالي، شخص انا بصنف حالي كسول، تمام؟ يمكن انت ما يعجبك هذا الحكي، بس انا بصنف حالي كسول، ومرات كثير بأجل لأنه طلع لي شغلة الفلانية، أو مثلا ما لحقت، أو جاء عبالي أنام، أو مبارح لسه كنت بحضر موفي كثير حلو صراحة وتركت الشغل اللي أنا كنت عم بشتغله. سو مرات أنت بتطلع من هذا، خلينا نحكي الزون، ترجع للكمفورت زون تبعك، بس لا تقعد فيها كثير. كمفورت زون تبعك دائما اطلع منها، دائما اطلع منها، دائما اطلع منها. ولهون نوصل لنهاية الفيديو، بعتذر على الفيديو اللي كثير طويل راح يكون، بس لو انه فاد شخص واحد انا بكون كثير مبسوط، لانه هاي النقاط كثير سألت عنها، شو بتعمل لحتى تقدر تنجز كل هاي الاشياء اللي انت بتعملها. ما كنت حابب اعمل فيديو لانه راح يطلع، كنت عارف يعني انه راح يطلع كثير طويل، وهو صراحه فيديو فيه كثير مسؤوليه، لما تحط هاي البوينتس انت بدك تحطها بعنايه، عشان الناس اللي بتسمعك بدها تحكي او بدها تعمل فيها، بدها يعني راح تصدقها وراح تشتغل عليها. سو هذا هو الموضوع اللي انا بدي احطه بين ايديكم. فيا ريت اللي شاف الفيديو واللي حضر الفيديو واللي وصل لهون في الفيديو، حط لنا في التعليقات ايش الاشياء اللي انت ما كنت تطبقها واللي راح تصير تطبقها في حياتك لحتى تنجز الاشياء اللي انت بتعملها. واحكي لي كمان، بحب اعرف ايش الاشياء اللي انت بتعملها وبتحس بنشوه الانجاز فيها، هاي كثير مهمه. وخلينا كلنا ندعم بعض وندفش بعض لقدام لحتى كلنا ننجز الاشياء اللي نحن بدنا ننجزها. وإذا شفت في ضعف في نقاط أنا حكيتها في الفيديو، يا ريت كمان تحكي لي في الكومنتس عشان نعدل على بعض. زي ما أنت عم تستفيد من الفيديو، إن شاء الله تكون عم تستفيد من الفيديو، أنا بحب أستفيد منك كمان بقدر كثير كبير. وإذا شفنا إنه الفيديوز أو الفيديوهات تحديدا مهم ومفيد، واللي إن شاء الله إنه هو مهم ومفيد، فهلأ صار وقت إنه نعمل لايك، نعمل شير، نعمل سبسكرايب، نعمل انيبل اكيد للنوتيفيكيشن بيل، ما في داعي احكي لك اياها بعد كل هالفيديو المفيد هذا، عشان كل يوم ثلاثاء تجيك نوتيفيكيشن عن سيريز نو مور. شكرا لكم، بشوفكم فيديو جاي. نسيت احكي لك شغله، شفتك ما عملت لا لايك ولا شير ولا سبسكرايب، ونسيت تعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيل. سو بليز بسرعه 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 بسرعه، لايك شير سبسكرايب انيبل للنوتيفيكيشن بيل. والسلام.